حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليتفل ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل. القيد ثبات في الدين. قال: وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة أنه سمع أنسا عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي رزين العقيلي وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر وأنس. قال: وحديث عبادة حديث صحيح. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا المختار بن فلفل، حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. وفي الباب عن أبي هريرة وحذيفة بن أسيد وابن عباس وأم كرز وأبي أسيد قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر قال: سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. قال: وفي الباب عن عبادة بن الصامت قال: هذا حديث حسن. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الرؤيا بالأسحار. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا حرب بن شداد وعمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: نبئت عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. قال حرب في حديثه: حدثني يحيى بن أبي كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي،
حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي قتادة وابن عباس وأبي سعيد وجابر وأنس وأبي مالك الأشجعي عن أبيه وأبي بكرة وأبي جحيفة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد وجابر وأنس. قال: وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: أخبرني يعلى بن عطاء قال: سمعت وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها، فإذا تحدث بها سقطت. قال: وأحسبه قال: ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها وقعت. قال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر، وروى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء فقال عن وكيع بن حدس، وقال شعبة وأبو عوانة وهشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس، وهذا أصح. حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا 3، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي، وكان يقول: يعجبني القيد وأكره الغل. القيد ثبات في الدين، وكان يقول: من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وفي الباب عن أنس وأبي بكرة وأم العلاء وابن عمر وعائشة وأبي موسى وجابر وأبي سعيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال هذا حديث حسن. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي شريح وواثلة. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين ولن يعقد بينهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عباس وعبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام وخزيمة وطفيل بن سخبرة وسمرة وأبي أمامة وجابر. قال حديث ابن عمر حديث صحيح. حدثنا الحسين بن محمد الجريري البلخي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ أسفل من ذلك فعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال وهذا أصح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا الأنصاري حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ فقال الرجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا يونس بن بكير حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقالت له خديجة إنه كان صدقك ولكنه مات قبل أن تظهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريته في المنام وعليه ثياب بياض ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك. قال
هذا حديث غريب، وعثمان بن عبد الرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر قال: رأيت الناس اجتمعوا، فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين فيه ضعف والله يغفر له، ثم قام عمر فنزع فاستحالت غربة، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا حديث صحيح غريب من حديث ابن عمر. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، وأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاث: الحسنة بشرى من الله، والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا، وليقم فليصلي. قال أبو هريرة: يعجبني القيد وأكره الغل. القيد ثبات في الدين. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال أبو عيسى: وقد روى عبد الوهاب الثقفي هذا الحديث عن أيوب مرفوعا، ورواه حماد بن زيد عن أيوب ووقفه. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو اليمان عن شعيب وهو ابن أبي حمزة عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام كأن في يدي سوارين من ذهب، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كاذبين يخرجان من بعدي، يقال لأحدهما مسيلمة صاحب اليمامة، والعنسي صاحب صنعاء. قال: هذا حديث صحيح حسن غريب. حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، ورأيت الناس يستقون بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض، وأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل بعده فعلى، ثم أخذ به رجل فقطع به،
ثم وصل له فعلى به، فقال أبو بكر: أي رسول الله، بأبي أنت وأمي، والله لتدعني أعبرها. فقال: أعبرها. فقال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو. أي رسول الله، لا تحدثني أصبت أو أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت بأبي أنت وأمي لتخبرني ما الذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ قال: هذا حديث حسن صحيح. ويروى هذا الحديث عن عوف وجرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة. قال: وهكذا روى محمد بن بشار هذا الحديث عن وهب بن جرير مختصرا.